بالحلقة اللي راحت دخلنا مفاوضات مع دافيد ألابا مدافع ريال مدريد، دفعنا به مبلغ عالي الصراحة رغم انه ميزانيتنا محدودة. مثل ما تشوفون ميزانيتنا 47 مليون، صعب جدا راح نقدر نتفاوض ويا اللاعب، لكن اغلبيتكم كتبوا لي بالتعليقات يا مصطفى لا تشتري ألابا، حاول تشتري لاعب صغير بالعمر لان ألابا عمره تجاوز 30 سنة وراح تخسر فلوس وانت بحاجة الى الفلوس. صح يا شباب، لكن بعد عندنا مشكلة احنا انه اللاعبين محدودين جدا. راقبت كم لاعب واليوم ممكن ان شاء الله ندخل مفاوضات مع اي لاعب. بس قبل ما نبتدي السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله، مقطع جديد، حلقة جديدة من مهنة مدرب. اللايك والاشتراك، الاشتراك الاشتراك اذا انت جديد اتمنى تشترك بالقناة. شوفوا تشكيلتي حاليا يا شباب، مثل ما تشوفون موكوكو وغارسيا، هنا عندنا هجومنا ممتاز، حتى عندنا احتياط بالهجوم حلوين، عندنا لاعبين عرضناهم للبيع، كمية لاعبين اساطير موجودة عندنا، والله واجد لاعبين موجودين عندنا الصراحة، بس احنا راح نركز على انه نجيب اهم شيء قلب الدفاع بدل كولينس. هذا اللاعب عمره 19 سنة، يعني يكون احتياطي شيء جيد لكنه صعب يكون اساسي بسبب انه اضعف لاعب في فريقنا. لا تنسون بعد الحلقة اللي راحت عقدنا ويا اريولا وطاقته 83 وتقريبا او بالفعل هو اقوى لاعب حاليا بالفريق، اضافة الى غارسيا اللي بالراحة راح يتجاوزه بالطاقة ان شاء الله بالموسم. شباب بالنسبة للاعبين اللي انا هسه راح اراقبهم، هذولي واجد من عندهم مدافعين مثل ما تشوفون، اتمنى انه نقدر نتفاوض يا واحد. كوناتي 58، اذا بعت لاعب ممكن يعني، بس صعب حتى نبيع. اروخو يا شباب ترى قيمته عالية 82 مليون، صعب. هذا 34 مليون، هذا 31 سنة. ألابا بعد 31 سنة، لكن ألابا مثل ما تعرفون أقوى بس أغلى يا شباب، فأنا محتار الصراحة، أحاول إن شاء الله أجيب لاعب بالعشرينات حتى استفاد منه وبيعه وما أخسر بالفلوس. لكن والله شوف ألابا يعني ممتاز، يمشيني المدافع، يمشيني 5 مواسم، والله ممتاز شباب الصراحة. ترى ألابا 31 هو مدافع يعني يلعب لك لل 36 شباب، أنتم متخيلين الرقم؟ ترى أسطوري اللاعب. ما عليكم، ما علينا من هذا وذاك. هسه عندنا مباراة ضد برشلونة بالدوري الإسباني، احنا حاليا أو برشلونة حاليا بالمركز السابع، احنا بالمركز السادس، عندنا 3 نقاط بس بالمباراة الأولى، يعني بعدنا بالجولة الأولى. ريال مدريد لاعبين مباراتين عندهم 4 نقاط. طبعا احنا يوم 20 أغسطس، يعني باقي لنا 10 أيام أو 11 يوم على نهاية فترة الانتقالات. مباريات الدولية الودية راح نسوي لها سكيب وراح نبدأ نبلش بالموسم يا شباب. ما أعتقد عندنا هذه شنو هذا وديات، ها ما عندنا بطولة للأسف أوروبية، بس إن شاء الله هذا الموسم ننهيه بمركز مؤهل لبطولات أوروبية بإذن الله. فيلا مباراتنا الأولى ضد برشلونة، وخلينا ندخل المباراة وأتمنى نقدم أداء أسطوري. إيش رأيكم يا شباب بالأيام الجاية نركز لكم على مهنة لاعب ومهنة مدرب، بما إنه قربت فيفا 23 حتى نخلص السلسلة بأسرع وقت؟ أعتقد هذا الشيء راح يسعدكم وراح تكون شيء ممتاز، فحتى نمشي بسرعة، فإذا شفت دعم بإذن الله راح تكون مقاطع جدا سريعة من هذه السلسلتين. أوكي، شو راح ننزل ضد برشلونة؟ هاي تشكيلتنا. روميرو والله واحد، أوه والله روميرو تطور بشكل حلو، واجد لاعبين عندني جاي يتطورون بشكل رهيب، حلوين 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 حلوين. أنا بحاجة إلى مدافع، بس هذا كولينيس 19 سنة، يلا إن شاء الله بعد يتطور. راح نلعب ضد أوباميانغ، فاتي، توريس، تشكيلة برشلونة المعتادة، يلا إلى المباراة. يلا صافرة البداية والعب يا حبيبي، العب، أريد تركيز، أريد فوز يا ولد. شباب الهدف الأول قريب، الهدف الأول قريب، لا المفروض ترفع الجارسيا يا ولد. لا لا وحدة، صعبة 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 شباب، يا الله. أنا والله أتمنى اليوم يعني أقدم شيء ضد برشلونة الصراحة. يا عمري يلا، لا 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 لا، والله جاي نوصل جاي نوصل، إن شاء الله نسجل تعادل. لا الله، حارس أسطوري. يلا يلا شباب، يلا شباب ارجع له يا عمري، يلا يا غارسيا، يلا يا غارسيا اضرب يا ولد اضرب. اوكي ما قدرنا لحد الان نسوي شيء، والدقيقة 70، خطير. لا 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 يا شباب، يا الله، روح روح شوت. لا لا يا ولد، يا الله، بعيد هدف على برشلونة. اوكي خسرنا المباراة للأسف 2-0، الأداء عامة هجوميا ضعيف، دفاعيا بأخطاء، بس بعدنا يا شباب بداية الموسم، فريقنا أكيد مو بقوة برشلونة لحد الآن. اوكي تم قبول انتقال ألابا يا حبيبي. طيب شباب المبلغ أعتقد كان 43 أو 44، قائمة المرشحين لحد الآن ما إجت، وأتوقع ألابا راح يفيدني. أنا بالنسبة لي أشوف ألابا صفقة رهيبة، صدقوني صفقة أسطورية. خل نروح نتفاوض ويا اللاعب مباشرة ونقول يا رب. دور أكيد حاسم، يريد 2 لا 3 سنوات، حلو قبل، بس المشكلة بالراتب. يريد شرط جزائي 125 مليون، أوكي والله وافق، ليش ما وافق؟ قبول، ما عندي مشكلة، خلي ياخذه. 165 ألف راتب، حلو، وافق يا شباب، ورسمياً
اشترينا ألابا. دافيد ألابا رسميا صار عندنا بالفريق قائد اسطوري وراح نطيل قيادة اكيد. هنطيله ولا لا؟ والله غارسيا ما اقدر غارسيا لازم هو القائد. تافاريز طبعا هذا بعناه تم اظهار الاهتمام باللاعب. اوكي بعد ما راح نجيب اي لاعب. خلينا نشوف ميزانيتنا، اعتقد 2 مليون بقى يمكن. اي والله باقيت لنا بس 2 مليون يا حبيبي. نحول ميزانية الراتب بعضها، فخلي هذا ميزانية الراتب يا شباب. اوكي 56,000 ميزانية راتب يا دوب تفيدنا، فخلصت ميزانية الانتقال رسميا. واجد لاعبين عندنا بالفريق واعتقد لاعبين جيدين. هذا كم عمره؟ 17 سنة، 68، والله هذا يعتبر ممتاز. هذا المفروض اصعده يكون احتياطي بدل منه. طلع لي واحد من الال بيات او الار بي، طلع لي هذا الار بي، نزله جوا. ألابا تعال انزل اساسي، خليك هنا، حوله بهذا المكان. امبامبا وألابا حاليا دفاعنا ضمننا يا شباب، اسطوري. الاظهره عندنا اعتقد لا باس بهم حاليا. هذا كم عمره؟ هذا عمره 20 سنة، والظهير اللي عندنا عمره 22. اعتقد هذا افضل لنا يا شباب، فخلي نصعده. يبقى بس السرعه، خلينا نقارن السرعه بيناتهم. اي والله هذا الاسمراني ما شاء الله افضل. هو اثنيناتهم سمري يا مصطفى. اوكي انكون كو يا شباب افضل بالسرعه، فخله هو يكون اساسي عندنا. اللي جاي يشوف عندنا كميه لاعبين خرافيين، ومفروض اعرض بعضهم للبيع، فخلي نروح ونعرض للبيع وايضا على الاعاره. لازم 5 اظهره يسار. لا يا ولد والله العدد كبير، اعرض لنا للبيع. هذا خله اساسي عندنا، وهذا راح يكون الاحتياطي يا شباب. دول الاثنين نخليهم والبقيه نعرضهم. هذا معروض اوكي، وهذا بعد معروض، وبرافو بعد معروض. حلو. قلوب الدفاع عندي 4 قلوب دفاع حاليا. ألابا ومبامبا اساسيين، كولينيس راح يكون احتياطي، انهم بعمر 19 سنة، يعتبر ممتاز جدا. خلينا نشوف تطويراته. اوكي جاي يتطور بشكل حلو جيد. وهذا باري اعتقد هذا اللي مفروض نوديه. اوكي عارضين البيع، جيد. اظهر يمين عندنا بعد 4. كراسكو هو الاساسي، صاحب 19 سنة، ممتاز عمره. بيرنارد احتياطي، وهذا عندنا مفروض نوديه اعارة. بيرنارد نخليه حذفه من الاعارة بيرنارد. اوكي خليه هو الاحتياط. وانتم يا شباب مفروض بالانتقالات. هذا والله ما ادري هذا شو اسوي له، هذا ما جاي يتطور، بس خله ممكن يروح بعدين. بالنسبة لخط الوسط عندنا مشكلة بخط الوسط، ما اخفي عليكم هذا الشيء يا شباب، بس نقدر نمشي حالنا بالتشكيلة اللي موجودة عندنا. روميرو اساسي، هذا الريدة وهذا الريدة وهذا الريدة، كلهم الريدهم. لاعبين ال دبليو فان اكسل وجيتينس، اثنيناتهم ممتازين وخلهم بالفريق اكيد انا اريدهم. بالنسبة للار دبليو كمية لاعبين والله خرافية. موكوكو اكيد اساسي، ليديزما او لا 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 بيري يا شباب، هذا اللي راح يكون عندنا لان عمره صغير 17 سنة. اما انت فمفروض الا قائمة الاعارة، وانت بعد خلك بالانتقالات، وانت خلك بالانتقالات. حلو. المهاجمين اللي عندنا هذول اساسيين، والبقية راح نودي اعارة على بيع. هذا بالانتقالات، هذا 17 سنة بالاعارة، وهذا المفروض بعد بالاعارة. انا عارض بس لحد ما جت تجيهم عروض، يا رب تجيهم. شفتوا كمية الاعمار الرهيبة اللي عندنا؟ ممتاز ماشيين صح ان شاء الله. برافو، جاله عرض اعارة لمدة 2 سنين. سوي له تفويض، نخلي اعارة لموسم واحد افضل. اوكي روح يلا سنة واحدة ان شاء الله يروح. ختافي مركز 16 راح اسوي المداورة. انا احاول يا شباب ما اطلع لكم النتائج حتى لا تكون مملة، بس احنا عامة راح نخليكم تشوفون الترتيب دائما. هسه احنا حاليا بالمركز 8. تمت اعارة برافو على صفقة انتقال حاليا. بيدري راح ليفربول ب 182 مليون، موسيالا راح الى انتر ميلان 137، و 129 راح ميرينيو الى اوه شباب. بالنسبة لبيدري برشلونة خسرتها والله، بس ليفربول يعني الدوري الانجليزي راح يولع، والليفر قوي صار. اخر 10 ساعات فترة انتقالات، احاول ابيع اللاعبين خلال هذه الفترة. اوكي هذا جاي لعرض، واعتقد المفروض نبيعه. روح انت بعد، روح بدون ما نتفاوض ولا اي شيء، مباشره خلي نبيع دول اللاعبين. حلو بعنا فيال جيد، وبعنا شين ممتاز. والله يا ريت تروح اعاره، يا رب تروح اعاره. تفويض اعاره بدون شراء. خلاص رسميا انتهت فتره انتقالات. عندنا تصفيات، اعتقد هذه تصفيات اليورو. احنا بسنه 2023 2024 عندنا يورو صح؟ اي نعم هذه تصفيات اليورو، بس والله صعبه. مباراتنا ضد ويلز فوزنا عليهم، مهم يا رب نفوز. سيمون حارس مرمى الماني عمره 15 سنة طاقته 64، يعتبر قوي يا شباب، ويا رب يتطور يا رب، لأن اللاعب الصراحة تطويره راح يكون ناري. أوكي شباب هاي تشكيلة منتخبنا، أشوف التشكيلة حلوة إلا هجومنا، والله الهجوم تعبان الصراحة، كان ما عندهم مهاجم، دورت ما لقيت عندهم مهاجم، فخلي حاليا هذا مهاجمنا راح يكون. راح ألعب بأسلوب الهجوم المرتد، أكيد المباراة راح أسوي لها سكيب، بس المباراة القوية ألعبها بالمنتخب. فزنا على ويلز 3-2، ممتاز. أوكي جتي تقارير المرشحين، وأعتقد ما عندنا احرار. اوكي هذا لاعب وين حر، هذا وليد احرار بس ما جاي تقاريرهم صراحه. هذا المدافع كان جيد، لكن خلصت الانتقالات يلا اجى التقرير مال المراقبه، يعني 15 مليون قيمته بس، عمره 21 سنه، هذا ترتفع قيمته يا شباب، بس شو اسوي التقرير تاخر. هذا بعد 10 مليون والله اسطوري، لو عندي فلوس اشتري هذا اللاعب. بالدي ب 7 مليون والله المفروض تشتري يا مصطفى وتبيعه بعدين بسعر حلو. والله اكو كم لاعب خاص، هذا المدافع هذا قوي 17 سنه طاقته 69، برشلونه يلعب باكاديميه برشلونه او برشلونه الفريق الاول،
مار كانو هذا اللاعب المفروض أجيبه المفروض. كم عندي حاليا؟ عندي 400,000. والله صعبة. يلا مباراة التشيك، التشيك مركز أخير إن شاء الله فوز عليهم سهل. إنجلترا أوكرانيا وإنجلترا مجموعاتنا. تدرون شباب إذا ألعب مباراة أوكرانيا سكيب، إنجلترا إذا ألعبها وفوز عليهم يعني ممكن يا شباب نحاول نصعد. فزنا على التشيك 2-0. شوفوا فريقهم متأخر بالترتيب، فريقنا حاليا جاي يصعد بقوة. باريرا إعارة لمدة سنتين، يلا روح يا رب يرجع لنا أقوى يا رب. عندنا موكوكو، عندنا ليديزما. والله المفروض ذاك ما بيعه يا شباب باريرا، تدرون والله المفروض ما بيعه، 17 سنة. ليديزما 17، والله باريرا يا شباب أفضل. يلا إذا راح إعارة راح، إذا ما راح راح نصعده ونبيع ليديزما. ليديزما حاطين إحنا بقائمة الانتقالات. أوكي حلو، بيريرا يا شباب ما انتقل وهذا الشيء ممتاز لأني ما أريده يطلع. سيمون حارس المرمى راح نقدر نصعده للفريق الأول، صار عمره 16 سنة، فتعال مباشرة تصعيد. لعبنا كم مباراة، فزنا وتعادلنا وخسرنا وفزنا، وهسه عندنا مباراة ضد أتلتيكو مدريد. قبل هاي المباراة احنا بالمركز السابع، أتلتيكو مدريد بالمركز السادس، متقدمين علينا بنقطة واحدة بس، إذا فزنا عليهم راح ناخذ من عندهم مركزهم. طبعا ريال مدريد بالصدارة ب 19 نقطة، برشلونة مركز ثالث حاليا. والله يا شباب مركزنا لا بأس به يعتبر، بس فوزنا على أتلتيكو هو المهم. مباراة بعد خارج ملعبنا، فيليكس ومويسكين مهاجمينهم. اوكي لودي وين جاي يلعب؟ لودي جاي يلعب وسط يا ولد. ما علينا يا شباب، راح ننزل لهم بهذه التشكيلة، اعتقد تشكيلتنا قوية. يلا يا رب. موكوكو راح يدخل الطاقة 80، ممتاز. فان اكسل بعده، فان اكسل 19 سنة، موكوكو 18 سنة. حلو والله، طاقات لا بأس بها، ممتازة. يلا بسم الله صافرة البداية، وشباب تركيز، نريد فوز ان شاء الله. يعني خسرنا ضد برشلونة، فوز على اتلتيكو مدريد يكون شيء رهيب. لا حلوة حلوة يا الدفاع، يا السلام يا عمري. اوف هدف اول، مويسكين 1-0. فاول مسافة بعيدة شوي، خلينا اوه حلو الطرد، ابلع ابلع مويسكين. يلا يا لابا، ممكنة والله ممكنة يا شباب ممكنة، ليش لا؟ يلا يلا لوكا 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 العب له غارسيا يا ولد. شباب شباب لا تضيعون الكرات، يا الله ريد جول ريد هدف. لا شباب لا يا شباب، يا الله القائم الحمد لله. لا آه شباب شباب حلو حارس، حلو أريولا. لو نطلع بنقطة من هاي المباراة يكون شيء رهيب. حلو حلو يا حارس حارس، يا عمري يا عمري يا أريولا. حكم نهاية المباراة، خلنا نهجم يا حكم. أوكي 1-0 ضد أتلتيكو مدريد يعتبر رقم جيد يا شباب، لا بأس. سيميوني تذكر إن شاء الله يجي يوم أفوز عليهم. لاعبين يردون يجدد لهم عقودهم، مشكلة ما عندي فلوس أنا حاليا، بس راح أحاول أجدد قدر المستطاع. من تالاف ميزانية راتب عندي حرفيا شباب، والله صعب، لازم نخلص الموسم كيف ما كان. والله راح يسوون علي ثورة ذولي، تفويض 9,000 والله مبلغ كبير. يلا رسميا فلسنا يا شباب، صفر ميزانية انتقال، صفر ميزانية راتب. اللاعب اللي يزعل خلاص ما عدنا حتى ندفع له تعويض لعقده. مباراة ضد اسبانيول يا رب نفوز، خلينا نشوف شنو المباريات اللي عدنا بعد. احنا بشهر اكتوبر عدنا اوكي كمية مباريات حلوة. وين مباراة ريال مدريد؟ هل لعبناها؟ يعني المفروض ننتقل يا شباب الى شهر ديسمبر، مباراة ريال مدريد. يا الله يلا شهر ديسمبر ان شاء الله اخليكم تشوفون النتائج، خاصة هسه احنا بالمركز العاشر. اوكي شباب وصلنا لمباراة ريال مدريد، احنا حاليا المركز السابع. هاي نتائج المباريات اللي سوينا لها سكيب. هداف الدوري حاليا بنزيمة 13 هدف، غارسيا عنده 10 اهداف. حلو غارسيا. افضل صانع العاب روميرو 5 اهداف، ممتاز. طيب خلينا نشوف طاقات اللاعبين. عندنا غارسيا وصل لل 84 يا حبيبي، وموكوكو وصل لل 80، ممتاز ممتاز ممتاز. حلو حتى روميرو يا شباب وصل 80. هذا عندنا مصاب، والله ما ادري اصابته كم راح تطول. طبعا الميزانية لحد الان ما عندنا يا شباب مشكلة، مشكلتنا بالميزانية، لكن الارباح عندنا 41 مليون، جاي نبيع وجاي نفوز، فاكيد الارباح تزداد. اوكي اعتقد مباراة ريال مدريد راح اخليها للحلقة الجاية يا شباب حتى تكون الحلقة سريعة. فاعتقد ان هنا وصلتكم من المقطع، اللايك الاشتراك تبعي انتبه، شكرا مشاهدة، السلام عليكم.